الجمهور الكريم، اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومستمعينا عبر الاثير متابعي برنامج كوره على الهواء مباشره. حلقه جديده نبداها بالعناوين. المنتخب الوطني يبدا اولى وحداته التدريبيه على ملعب الشعب استعدادا لمواجهه اوغندا الوديه. بسبب فيروس كورونا اللاعب احمد ياسين يغيب عن معسكر الوطني في بغداد وبيتروفيتش يستدعي حسين جبار بدلا عنه. لاعب المنتخب الوطني ياسر قاسم مباراة إيران مهمة وسنقاتل من أجل الفوز. علي حسين رحامة 10 لاعبين لا يستحقون تمثيل المنتخب الوطني في القائمة الأخيرة. القوة الجوية يقع في المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا إلى جانب الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي الهندي. إدارة الميناء تقيل المدرب هاتف شمران بعد خسارته أمام الكهرباء. المدرب أمين فيليب يعلن فشل مفاوضاته مع إدارة الميناء لاستلام الفريق الكروي. بعد إقالته من تدريب نادي الزوراء عصام حمد يعود مدربا لأمانة بغداد. اتحاد الجودو يحضر لمعسكريين داخلي وخارجي للبطولة العربية في الأردن. المدرب المساعد للمنتخب الوطني الكابتن رزاق فرحان يرد على منتقديه بشأن استلامه المهمة الجديدة. والله شوف احنا الحمد لله والشكر طبعا يفضل من رب العالمين انه يصير عندي انه فرصة ثانية انه اكون مع المنتخب بعد انه كنت لاعب. الشعور نفسه من اول يوم لعبت به نفس هذا الشعور انه ان شاء الله نقدم كل شيء لبلدنا ونقدر انه نسعد شعبنا على الرغم انه اكو هواي امور صعبه، يعني هواي ناس جزء قالوا انه المهمه صعبه وفعلا هي صعبه، لكن ان شاء الله بالعمل وايضا بدعمكم ان شاء الله نقدر نوصل اللي نريده. ممكن انه انت تشتغل ويا المهاجمين وكل مدربين العالم هم يشتغلون ويا المهاجمين، لكن تبقى اللاعب نفسه هل هو يقدر انه يطور نفسه، يقدر انه يخلق من نفسه لاعب كل الناس تشير له. وايضا الامكانيات المهاجم هي معروفه، يعني احنا صحيح يعني تدربنا عند مدربين لكن تبقى اللمسه والمهاره هي موجوده عند كل لاعب. اتمنى انه خصوصا من جيلنا ومن جيل اللاعبين اللي سبقونا اللي هم كلهم اخواننا، اتمنى انه ما نعطي فرصه للناس انه تحكي علينا كرياضيين، يعني احنا كل احنا ممكن غيري راح يجي بعد سنة، ممكن غيرنا راح يجي بعد سنتين، فنتمنى أنه نكون ونتكاتف وواحد ما يحكي على الثاني لأن الكل تستحق أنه تتواجد بهيك مكان. لاعب المنتخب الوطني الكابتن أحمد إبراهيم، المنافسة على البطاقة الثالثة أمر صعب لكنه ليس مستحيل. منتخب العراق أي لاعب يتمنى مثل منتخب العراق؟ المنتخب العراقي فد شيء طموح اي لاعب. الحمد لله شوف يمكن الفتره هاي اللي ما كنت متواجد يمكن إلي كانت ايجابيه اكثر، يعني صار فتره بعيد عن الاهل، عن تعرف يعني محتاج، يعني تعرف محتاج راحه. بالاول والاخير قرار مدرب، انا احترمت هذا الشيء، المدرب راضي يجرب لاعبين، راضي يشوف اللاعبين، انطى بعض اللاعبين فرصه. ارجع اقول لك اني بخدمه الكره العراقيه، خدمه المنتخب الوطني، احترمت هذا الشيء وما عندي اي مشكله، وما عندي اي مشكله بهذا الشيء. الوضع بالمنافسه على البطاقه الثالثه صعب يعني سلبي؟ والله اكيد شوف حبيبي ما اخفى عليك صعب، باقي لنا اربع مباريات كلها صعبه، خاصه المباراه الاولى المنتخب الايراني، تعرف المنتخب الايراني مصدر المجموعه يمر بافضل الظروف له. بس احنا كلاعبين ان شاء الله يا ربي نرجع لوضعنا الطبيعي، نتمنى انه نكون جاهزين، نتمنى الله يوفقنا ان شاء الله وان شاء الله نقدر نخطف البطاقه الثالثه ان شاء الله. مدرب حراس المنتخب الوطني الكابتن احمد جاسم يكشف اسباب ابعاد الحارسين جلال حسن واحمد باسل. هو سبب اداري مساله الجوازات، يعني علمنا بها بوقت متاخر، ما حاولوا انه هم نفسهم حاولوا يقوم منفذ، لكن صعب الان موضوع الجوازات اصبح صعب جدا. كان المفروض موجودين معنا اليوم بالتدريب، لكن الله قدر انه يكونون خارج المنتخب. نتمنى ان شاء الله مستقبلا يعني يكون حل لموضوعهم، بالتاكيد حراس خبره المنتخب يحتاجهم، هم ما زالوا يعني في اوج الشباب،
بالتاكيد لازم يشوفون حل هذا الموضوع. اي غياب هو مؤثر، كل اللاعبين احنا نحتاجهم. حراس المرمى اكيد يعني من يمتلكون الخبره بالتاكيد يكون مؤثر. جلال حسن هو كابتن منتخب العراق، فبالتاكيد غيابه يكون مؤثر. كنا نتمنى يكون موجود بعد فتره غياب طويله بسبب الاصابه، لكن ما راح نتوقف، عندنا حراس موجودين بيوم البركه ان شاء الله نعمل وياهم، وان شاء الله التوفيق رب العالمين. المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الزميل محمد عماد يوضح أمور مهمة بشأن إبعاد بعض اللاعبين المحترفين. لاعب محترف واحد فقط هو اليوم اللي هو حسين علي، ينضم إنه مصطفى ناظم إن شاء الله بعد يومين. تعذر تواجد أحمد ياسين هو كلاعب محترف. شنو السبب؟ هو يوم أمس كان وضع صحي يعني ارتفاع في الحرارة، اجرى الفحص اليوم وتبين انه عنده فيروس كورونا. لاعبين الآخرين المحترفين التشكيلة النهائية او القائمة النهائية راح يعني يكشف عنها ويفصح عنها الجهاز الفني ما بعد تاريخ 22 او 23 من الشهر الحالي. يعني هي الأمر ما أعتقد بنوع من الضبابية بقدر ما هو عندنا تخمة من اللاعبين المحترفين، وبالتالي الجهاز الفني مخاطب كل اللاعبين المحترفين، أيضا المدير الإداري الأخ غيث مهنا أرسل كتب لكل الأندية، الكل أبدأ يعني تعاونها مع المنتخب الوطني وتفريغ اللاعبين. يبقى مسألة الاختيار اللاعبين هو راجع للجهاز الفني ما بعد نهاية المعسكر، على ضوء كل احتياجه لكل مركز راح يتم تبليغ اللاعب المحترف لتمثيل منتخب العراق. لاعب نادي الشرطة وليد سالم، هناك فجوة كبيرة بين اللاعب المحلي والمغترب في المنتخب الوطني. أنا أكثر لاعبين المغتربين هم يعني كانوا قريبين علي، هو ماكو فرق، بس هي المرات اللاعب المحلي شي يقول إنه يقول اللاعب المحلي إنه يكون أبو غيره، هاي مالها إنه أنا معنى. هي هسه كرة القدم بالجديد انه اللاعب لازم عنده فكر، لازم عنده تكتيك، لازم تطور فات عمريه انه متدرج. هم هي الفرق وين؟ ان هم عايشين بجواء اوروبا تعرف، واحنا يعني ما عايشين بجواء اوروبا. يعني هي بالنسبه لي انه ماكو فروقات. انا اتمنى هي الفكره، هي وين الفكره؟ انه لازم نعيد منتخب بطلنا، شلون لازم نعيد المنتخب الهيبته تعرف. يعني ذيك السنين كان العراق يجي فريق قدامه يهابه، هسه احنا ضد يمن ضد فلسطين، يعني حتى الفرق الجوان ما جاي نغلبهم فجوه، يعني معناته احنا بعد ما نغلب ما نشوف فوز. احنا صار ان انا اول ما طلع الجدول الله شاهد قلت ما نغلب ولا غلب. ليش؟ لان احس اللاعبين قريبين علي، اعرف اكو خلل. حارس نفط الوسط علي كاظم، ليس لدينا ازمه حراس، والكابتن فهد طالب هو الاكثر جاهزيه حاليا. قدمت كل ما عندي المنتخب الاوروبي بشهادة الجميع. المنتخب الوطني الحمد لله لازلت من عهد كاتونيتش الى هذه اللحظه انا اسمي موجود بالقائمه الحمد لله، لكن تبقى القائمه النهائيه هذا امور فنيه، راي فني، انا احترم وجهات النظر. والله ما اعرف يعني هذا الموضوع، يعني قلت لك راجع للكادر التدريبي. انا علي انه اقدم بالدوري واجتهد واكون يعني عنصر مهم بفريقي، والباقي بعد هي وجهات نظر الكادر التدريبي المنتخب الوطني ومحترمه جدا. لا الحمد لله، يعني حاليا عندنا احمد باسل يقدم مستويات مميزه مع نادي الشرطه، عندنا علي ياسين، جلال، عاد، فهد، يد ادوار مميزه. لا بالعكس الحمد لله. من هو الحارس اساسا؟ يعني حسب، يعني هي تعرف انت حاليا من الاجهز، يعني حاليا فهد الاجهز. تحيه اخرى مشاهدينا الاكارم، ضيف كوره هذا المساء كاظم عدنان، شقيق اللاعب الدولي علي عدنان. مرحبا بك كاظم، حياك الله. حبيبي علاوي، تحياتي لك والكادر البرنامج الراقي هذا مالك، وشكرك على هاي الاستضافه الجميله، لان انت جميل علاوي. الله يحفظك، اهلا وسهلا بك، نورتنا. وبالبدايه طمنا وطمن الجماهير عن وضع علي. والله حاليا الحمد لله والشكر علاوي، بدات مرحله يعني العلاج مالته بالامارات، وحاليا دا يتدرب ويا مال برشلونه، وبدا بالعلاج بصوره صحيحه، دا يبدي شوي شوي تدريجيا، يعني بعد بالبدايه هسه حاليا. يعني المدربه المشرفه عليه حاليا ايه في الامارات هي بالامارات برشلونه. اي مدربه مال برشلونه، يعني هسه وبعديها حاليا ببرشلونه. ايه حسب معلومات انه علي جاي يتاهل على حسابه الشخصي. اي طبعا. صحيح؟ طبعا هذا على حسابه الشخصي. والعلاج والتاهيل مكلف. طبعا مكلف، يعني هو باليوم تقريبا $200 بس للمدربة تقريبا، يعني
يعني يراد له هواية، وهو تقريبا إلى 5 أشهر 6 أشهر لازم يظل على النمط ماله مال التأهيل. زين، دوركم كعائلة بصراحة خاصة في هذه الفترة، اللاعب يتعرض للإصابة ويكون وضع النفسي متراجع جدا، هاي الفترة شلون عايشين؟ والله شنو دوركم وياي؟ والله علاوة احنا دورنا يعني هو علي يعرف كل الزين، احنا دورنا كعائلة كوالد كوالدي احنا معه فيه، بس انت تعرف كل لاعب يمر بأزمة وهو إصابته شوية يعني ما متعود على إصابة فتحمل على إصابته هواية، فاحنا وياه كنا واكو بعض جماهير وياه واكو كواية أمور يعني الحمد لله والشكر، يعني اكو عالم منطط واكو عالم حكيت واكو عالم يعني هي الإصابة علاوي كلاعب يعني بقيمة علي عدنان إصابته شوية حتى هبطته، اكو مرات هي صارت بلعبة كوريا فصار عنده مثل الهبوط يعني الجماهير العالم الأقرب الأصدقاء ما حد وقف وياه، يعني بهواي شغلات ما حد وقف وياه، كان يمر بوضع يعني هو كلش تعبان وتحمل على اصابته ولعب والحمد لله صار اللي صار، وعد هذا امر الله طبعاً. الحمد لله والشكر. هو قبل ان اسالك عن وضعه مع المنتخب في المباريات الاخيره، شنو كان موقف النادي الدنماركي وياه؟ والله ما اللي صارت عنده الاصابه صارت في المنتخب، صارت تمزق تقريب، فهي بالنادي هم صارت عنده الاصابه، ليش؟ كان درجه الحراره كلش ضعيفه عندهم، برد قوي كلش، فالملعب مال عندهم ثاني يوم لعبه، الملعب مال التمرين مالتهم كان ارضيته كلش مو زينه، وهو كان اكو يعني الم عنده تعرف اذا انت لاعب، فهي سبب الارضيه اكثر شيء اللي كانت مال النادي الارضيه، هي صارت مضاعفات قويه، صارت عده طق عندنا الرباط. معلومات تقول انه النادي بهذا الظرف يريد يجدد مع علي عدنان. اكيد النادي واكو انديه همينه يعني، بس هسه علاوي بمرحله علاج يعني ما يقدر يقول لك انا مثلا اتفق ويا نادي، اذا ما اكمل علاجي ما يقدر يتفق ويا نادي، يعني اكو الانديه الحمد لله تريده، ونفس النادي هو اللي هو اخير يعني اخير شيء لعب وياه لعبه واحده صور نفسه، هو همين قال له اذا تكمل ان شاء الله نقدر نجدد وياه، قال لهم هسه بعد يعني الوقت هسه ما بعدين انا اقدر ارد لكم يعني النتيجة. حسب معلوماتك اكو ايضا عروض اخرى قلت لي من انديه ثانيه؟ والله اي اكو انديه يعني بالنسبه لعلي عدنان عنده عروض، يعني كانت هوايه عروض باخير فتره هوايه عروض عنده علاوي فهي صارت قلت لك شويه من النادي مال سبب التوقف صار عده بسبب الفيزا ملعب اكو صار توقف عده، يعني اكو انديه شويه غضت النظر يعني وهيك يعني شيء، بس كان اكو شارك الالماني كان رايده 100% يعني راح اتحدث بشارك انا محضر له، شو وقت يجي للعراق يكمل تاهيل حسب معلوماتك؟ والله هسه حاليا يعني بالامارات ودي يتاهل يكمل، هو على اساس فتره قريبه ان شاء الله يجي هنا للعراق هم يزور الاهل شويه نفسيته تتغير، حتى يشوف الشارع، ترى الشارع الرياضي يحب علي عدنان، كان علي عدنان خدم المنتخب هوايه، فاحنا يعني مو اطالب من الجمهور من المختصين من اللاعبين، يعني هو علاوي هسه الحمد لله يعني رجع وضع ماكو شيء طبيعي، كل لاعب يمر بهيك ظرف والاصابه وهالشيء يعني يرجع، يعني ماكو شيء ما يرجع بهيك، يعني اتمنى له اني كل التوفيق واقول له علاوي هو علاوي غيره، العالم كله تعرفه وانت ما تعرفه كل الزين، فعلاوي يعني تخطيطه يعني يكمل يلا ذاك الوقت يشوف النادي اللي يريده. حلو، رغم المسيره الكرويه الزاخره لعلي ورحله الاحتراف الطويله، لكن علي عدنان ما سلم من الانتقاد وفي بعض الاحيان التسقيط كاظم. والله علاوي انت تعرف احنا بالعراق العظيم يعني العراق اكثر جماهير عاطفي، فالعراقيين عاطفيين، يعني علاوي سوى 10 سنوات خادم المنتخب، وعلي عدنان ما فد يوم خطا للمنتخب، علي عدنان غير عن المنتخب وكل اللاعبين مو باستثناء علي عدنان، كل اللاعبين انا ما استثني انا بالنسبه لي يعني مو كاخ يعني دا احكي وياك بس علاوي يعني غيرته على المنتخب ودفعه على المنتخب هيك، يعني علاوي ضيع هواي شغلات من وراء المنتخب الوطني. مثل شنو؟ مثل اتلانتا. ليش نادي اتلانتا هو ضحى ايطاليا اي ضحى بمستقبل على مود المنتخب العراقي، كانت بطوله اسيا. اريد اسالك عن معلومه وتاكد ليها او تنفيها، فعلا المباريات الاخيره اللي شارك بها علي عدنان كان مصاب مع المنتخب الوطني؟ اكيد مصاب. اكيد اي مصاب من مال لعبه كوريا اللي صار عده بيها تمزق خفيف. شلون شارك لعد اذا مصاب؟
شارك علاوي، لان انت تعرف مواسى قلت لك علاوي صاحب غيره، وكان الوضع المنتخب وضع المنتخب كان مهند عجاز ما كامل اوراقه، جعاز مهند جعاز العفو ما كامل اوراقه، وكان المدرب بحاجته يعني تكيس رماكو ضرغام متعور، يعني لعب بعلم الجهاز الفني والطبي انه علي يعاني من اصابه وشركه يشكل من اصابه، يعني حتى يعني انت هسه لو طلع اللعبات مال المنتخب اللي لعب هنا علاوي حتى قزله عنده، يعني يخاف، يعني كان من صارت عده الاصابه بلعبه كوريا لعبه ايران ملعب اجى باللعبات، كانت مهند عجاز يعني مدرب والكابتن عدنان درجال والكابتن يونس يعني ما يعرفون هذا الشيء، فكانت تتحمل، هو قال على نفسي انا اتحمل لان انا بلدي بحاجتي، لو قال لي انا نصا قال لي انا اروح بعكاز العب، انت قلت له لا تلعب يا المصاب؟ لا مو انا هذا الشيء ما اقدر اقول له لا تلعب، بس حتى انا قلت له قال لا الحمد لله رجلي زينه، يعني هو يعني شلون يقول لك يعني يتحامل على نفسه، يتحامل على يتحامل على اصابه على مود المنتخب الوطني. انتم بشكل عام كعائله اللي دوركم تحتمون، شلون تتعاملون مع النقد او التسقيط بصراحه؟ شوف احنا تعلمنا على هذا النقد، يعني صارت عندنا يعني شيء طبيعي، اي فالنقد هو نقد، اكو بس نقد بناء واكو نقد يعني يعني بسب وغلط، يعني توصل للاساءه ما تستوجب يعني كبقيمه علي عدنان انا بالنسبه لي يعني ما داعي كهسه كاخ او كرياضي او اي شيء يعني كمشجع، هسه انا احكيها كمشجع زين، ما يسهل علي انا اهجم عليه هيك الهجمه وسب وغلط وبطل وكبرت وما كبرت، هو شنو عمره 29 سنه، احنا نقول اللاعب من يوصل من فتره 25 الى 30 سنه النضوج الكروي يكون به، هذا اللاعب يكون نضوج كروي عنده، فهوايه طلعت عالم وتعالم تعرفهم، اكو عالم يعني تطلع لك محلل هو اعلامي مثلا ومسوي نفسه محلل ويطلع ويحلل على القنوات ويحلل على هاي، يعني يحلل المنتخب، اجيب فلان ولعب فلان واسوي فلان واسوي، يعني ماكو هيك منطق بالعراق، انت كاعلامي دورك تنقل حدث، انت ما تقيم اللاعب، اللاعب يقيمه اكو مقيمين واكو ناس تنتقد، النقد البناء يا بعلاو، انا اقول اني واحد من الناس كان وضعه يعني نفسيته تعبانه من وراء الاصابه. ليش هو بلعبه كوريا علي شو كان احسن واحد؟ صح؟ زين. تتفق انت لو ما تتفق؟ ما اعرف انا ما انطر راي مو من حق. بلعبه كوريا علي شنو قدم لو ما قدم لل من احنا تعادلنا واضح واحد كل استذكر كل اللاعبين قدموا، كانت روحيه عاليه وكانت يعني حتى النتيجه كانت مرضيه، كانت النتيجه مرضيه بسبب ظروف، يعني انت مباريات هاي ما تقيسها فوز وخساره، احنا كان على المختصين بكره حتى لو خسرنا ويا ايران العفو، يعني شنو يعني راحت انتهت، ظلوا يحجون على اللاعبين وظلوا يسقطون بهمام ويسقطون بعلي ويسقطون بصفا، دمروهم نفسيين، هذا يطلع يحكي عليه وذاك يطلع يحكي عليه، هاي ماكو باقي الدول علاوي، هاي باقي الدول ماكو، احنا يجب علينا كنا كاعلام كمشجعين هذا الطفل الصغير كنا ندعم المنتخب الوطني، هسه احنا ما نتمنى لهم الخير، يعني هسه برايك احنا ما نتمنى المنتخب يفرحنا، هذا المنتخب يمثل اللاعب، هسه اللاعب هسه من يلعب للمنتخب من كيف يفوز؟ سؤال طبعا يكيف، ما يكيف فريقه في منتخبه يفوز ويرفع اسم بلده ويقول وفرح هاي الجماهير، فلا تتصور لاعب يتخاذل على المنتخب العراقي. اكثر شيء سمعتوه من حيث انا ما اتحدث عن نقد الجمهور او بعض الاحيان من حقه ينتقد من حقه بس انا اتحدث عن المحللين او الاسماء اللي يتابعوهم او وسائل الاعلام، اكثر شيء سمعتوه عن علي وزعجكم؟ والله هوايه شغلات، يعني شيء واحده اثنين ثلاثه هوايه؟ اي والله هوايه، واقرب الاصدقاء من اصدقاء؟ اي طبعا اصدقاء لعلي؟ اي طبعا يطلعون بوسائل الاعلام، يطلعون بالوسائل الاعلام يقول له خليه يبطل وخليه يطلع وخليه، يزعجكم هذا الشيء؟ يزعجك كلاعب، احنا ننزعج، احنا مثلا اني انزعج اليوم من علاوي، يعني انا ما راح انزل بالساحه والعب بمكانه، بس هو كعلي عدنان اليوم اني اذا كاخ او كصديق او كاعلامي مقرب اليه، ها كبالنسبه للجمهور، الجمهور هذا حقه مشروع يحكي زين، احنا زين، انا اسالك بهذه النقطه، احيانا علي ايضا يرد رد قاسي ورد الفعل على اللاعبين او على اللي ينتقده بعد ان يسجل هدف، من يطلع بتصريحات انترفيو، ليش تخلوه هو يصرح وهو بوتش المدفع وهو اللي
يعني الحاجة. ما اتصور عنده تصريح هو فد تصريح مثير لي. وايه استذكر له لقطة هيجي. هاي اللقطة راح احتفظ بيها. هي هاي اللقطة. احنا قبل المباراة وانا وياه. احنا قاعدين. يعني تعرف قصتها. قصتها كلش اعرفها كلش زين. بوقتها كان المنتخب احنا بطولة اسيا. انا موجود وياهم. والولد يعني تمام موجود. يعني القنوات كانت كلها موجودة. زين. فثار احد المدربين نقول احنا. مدرب اسم كبير. انت اليوم مدرب اسم كبير وتنتقد لاعب بعد له باكر لعبته. شو يكون رد هذا اللاعب؟ رد بالملعب ما قال شيء. وقال علي هو اي لاعب يحب يخدم بلده ويحب المنتخب يفوز، ففاز المنتخب وعبر عن فوزه عن الفوز ماله. فما كفت مشكله بيه. بس انا اليوم انت تقول لي يا بهاي اللقطه، انت احنا كنا رايحين ببطوله اسيا، يعني انا اطلع المفروض ادعم اللاعبين مدرب انا احكي واقول وانتقد لاعب، ما يصير هذا غلط. زين. غلط هذا بالنسبه لي. هم صارت العلي مشاكل مع وكلاء اعمال تغييرهم؟ لا لا بالعكس ما عنده ابدا. لا لا زين. مو استذكر هو مره غير او فسخ العقد مع نجم. نجم ابو عبد تحياتي للنجم ابو عبد الله. انت شوف وقع مع كريستيان. وقع مع كريستيان صح. انت شوف انت لاعب وهو لاعب كلاعب يبحث عن الافضل. يبحث عن الافضل. والافضل يعني كان كريستيان مؤهل له. كريستيان يعني انسان طيب، انسان كان يعني اللاعبين اللي عنده يعني هوايه شغلات يسوي عقود مع عقود. وتحياتي لابو عبد الله النجم. يعني احنا فسخنا العقد بالتراضي، يعني كل مشكله ماكو اي مشكله. لا 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 ماكو. زين. علي ما مثل اي نادي جماهيري صحيح؟ تتوقع انه اذا رجع وفي نهايه مسيرته بالدوري العراقي راح يمثل احد الانديه؟ والله هو يتمنى هذا الشيء. يعني هسه حاليا يعني هو يعني بس هو يتمنى يلعب للزوراء. للزوراء يحب الزوراء. احنا كنا نحب الزوراء. هاي نتيجة لعمكم الله يرحمه. اي طبعا طبعا. مثل الزوراء ومن نجوم المنتخب طبعا. فأثر بيكم طبعا. أثر بينا عمنا عليه شو ما يأثر بينا. اي بس انت ايضا يعني معلومات تقول لعبت للزوراء وراح نتحدث بهذه المعلومة. اكيد لعبنا مو احنا بس انت ما كملت. انا شوف باوة انا تقريبا انا بديت اشبال براعم اشبال ناشئين شباب للأول بالكرخ. زين. يعني لحد 98 انا صعدت للأول تار جسام كابتن توجه له التحية. صعدوني للأول. فبالألفين بالثمانية وتسعين العفو لعبت ما لعبت ثاني كنت لاعب شاب صعدوني أنا سلام شاكر وأحمد كوبي توجه لهم كل التحية. صعدنا إحنا تقريبا وأحمد ما أتذكر اسمه كان هم مهاجم. إحنا صعدونا خمس لاعبين. زين. صعدونا للكرخ. فأنا بوقتها جاني العسكرية. فكان امر من عدي صدام حسين بعد ماكو تفريغ للنادي يلبس عسكريه ويرجع للنادي. صارت نقطه تحول صارت نقطه تحول. فبوقتها انا رحت لبست عسكريه خدمت معسكر تدريب. اوجه تحيه لنادي بغداد. نادي بغداد قالوا لي احنا نفرغك من العسكريه بوقتها بس تجي يعني تلعب لنا. زين. ففرغوني النادي. راح اتحدث بهذه المعلومات من نعرض بعض الصور، لكن اسالك عن نتائج المنتخب غير المرضيه للشارع، انتم شلون تتفاعلون وياها كاسر لاعبين؟ شوف احنا كاسر لاعبين احنا ترى حالنا حال الجمهور. زين. يعني انا اليوم ما يعني انا يعني حتى عندي كوفي والولد كلهم يجون يعني لعبات المنتخب. انا من الناس اتاذى مو كون بس اخوي لاعب منتخب، اتاذى على كل اللاعبين. وبالخسارة طبعاً أكو واحد ما يتأذى على بلده. ساني يسولفوا لي على والدك يوصل مرحلة انهيار. أبوي يشق الهدوم ماتي. إذا نتائج المنتخب ووالدتك أيضاً. الله يحفظه. لا بس عندنا الحجي شوية قافل. يعني أعصابه أكثر ها؟ إيه أنا مرات من كنت أروح إحنا اللعبات عندنا في بطولة آسيا مرات إحنا نروح أنا وأبوي دائماً على من تكون مباريات منتخب وطني قريبة مثلاً الإمارات ماشي. تروحها. نروح. فوالد دائماً. أنا متعلم على الله وصافر لا يعرف صافورتي. هو يقعد بصافر لا قلت له عجي كل ساعة صافر لا. حتى على يقول لي ايش فيك بس صافر أنا قاعد ألعب أنت الصافر أقول له مو يقول لي صافر. ضغوط قل علي ضغوط خارجي. هو ايش يسوي أبويا؟ هو مدرب ثاني فوق يأشر له يقول له أصعد أصعد يقول له أصعد. زين. هم إذا سألتك كجمهور بعيداً عن القرب، من يتحمل إخفاقات المنتخب الأخيرة؟ كل.
الكل الكل يتحمل الاخفاق. الكل اللي هي تابعه لمنه؟ يعني لاعبين ومدرب. شوف تبدي من راس الهرم زين الحد اللاعبين الحد الاداريين احنا نقول والكل تتحملها صعوبة ويتحمل الجمهور ويتحمل الاعلام وقلت لك بصوره عامه الكل تتحملها. هم صار خلاف بكل صراحه نتحدث بين مهند اجعاز لان البعض حاول يزرع خلاف بينه وبين علي عدنان وعلي اضطر ان يطلع بفيديو ويوضح. لا بالعكس علاوي بالنوع ومهند هو ياخذهم بالغرفه يوميه يجي للغرفه ايه علاوي يدز عليه ويقعدون سويه وما بالعكس علاوي اليوم انت اني لو اشوف لاعب يخدم للمنتخب الوطني شنو المنتخب الوطني طابو مال واحد لا مستحيل طبعًا. اليوم بالافضل البقاء للافضل البقاء للافضل ممكن يعني علي عدنان يعني هسه جيل كامل تغير يعني تقريبا فالبقاء للافضل اتمنى لهم ان ذول الشباب والموفقيه يعني الكل بصوره عامه ليش شنو المقترب وشنو اللاعب المحلي البقاء للافضل واريد اسالك بوجهه نظر فنيه ايهما افضل بمركز ظهير اليسار مهند اجعاز علي عدنان ضرغام اسماعيل والله سامي تحير اه والله ثلاثتهم يعني شلون واحد يقول لك ثلاثتهم مؤهلين لل ياسر منافسه قويه انا اصور بيناتهم الفترات الاخيره اكو اسم لاخ دخل للساحه على هذا المركز حسن رائد لاعب شاب واني من مره من حتى يعني نشرت له بوست اقول هذا اللاعب يعني يخدم المنتخب 10 سنوات اللي قدر لاعب القوه الجويه حسن طبعا حسن رائد من اللاعبين بس بعد الشاب ويراد له شوي بمواصفات من علي لا يعني هو واو احنا المواصفات ما نحكيها المواصفات نكون نريد مواصفات احسن من علي حلو احنا منتخب نريد احنا المنتخب العراقي طبعا ولاد المفروض نوجه له تحيه لكابتن ولي سالم كانت الفرقه تخاف من المنتخب العراقي من تلعب بس هي باوة كل فتره يمر بها المنتخب بس ان شاء الله احنا نقول بجهود الكابتن عدنان درجال ويونس محمود وترجع الامور طبيعيه ويصالحوننا الشارع ونريد فرحه من عندهم حلو ايش نريد شاشه كوره وماذا جاء فيها اول ما بدي واقول ان شاء الله اصبح مثل عمي علي كاظم تريد تصير مثله نعم هو مدافع هو يلعب انت مدافع لو مهاجم اثنين اثنينات انت هذا ايه يعني انت تلعب مدافع ومهاجم نفس الوقت ايه ان شاء الله تصير مثل هو انت ايسر مو نعم منو هسه يدربكم الله يرحم الكابتن علي كاظم بس ابو سام الله يرحمه تتذكر هذا اللقاء طبعا ليش ما اتذكر كنا نوجه التحيه للاستاذ حيدر مناثر بال 2004 يمكن ايه وين كان علي يلعب هنا علاوي كان يلعب هنا بمدرسه عمو بابا اها يقول له ايش تلعب يقول له اثنين هن مهاجم مدافع هو بالاصل ترى خل اعطيك معلومه على علاوي كان يلعب بالنص لاعب وسط لاعب وسط منو اللي رجع ظهير يسار؟ الظهير يسار شوف عندك هو كان بدا بالمدرسه مال عمو بابا يعني علاوي تعب على روحه من هو صغير شوف انا كان عندي محل مال غسل يعني اغسل السيارات وما غسل السيارات فعلاوي من طفل هو مجتهد كانت امورنا الماديه يعني انت تعرف زمن صدام الامور الماديه كلها تعبانه فعلاوي يمشي من الشيخ عمر اوجه لهم تحيه لمنطقتي بالشيخ عمر يروح من الشيخ عمر يصعد على السريع من النهضه يروح مشي ملعب الشعب اي والله فديوم الله يرحمه الكابتن عمو بابا اليوم على السريع ده يمشي بالسياره وعلاوي مطر الدنيا هو يمشي على السريع فطبق عليه الكابتن عمو بابا قال له بابا انت ايش تسوي هنا قال له دا اروح للتمرين قال له اصعد اخذ الكابتن عمو بابا وقعدهم ورا التمرين قعدهم بسوا له كتاب ما الشكر عند العلاوي الحس لحد الان موجود يحتفظ به هو رحمه الله على روحه كتاب شكر سوا قال لهم باعوا هذا يصير احسن لاعب بالعراق عمو بابا تنبأ له قال لهم هذا يصير احسن نتيجه لعبة. اصراره وذهابه في هيك اجواء ما عنده كروه يروح صغير ابويا كان يلحلي بابا لا تروح ايش عندك رايح مطر لا تروح للتمرين يقول له شنو يروح اروح زين على هامش هذا الفيديو حبيت اسالك عن وضع عائله المرحوم علي كاظم احد يزورهم يستذكرهم من نجوم الرياضه
والله يعني قلة قلة. إيه طب إحنا بالنسبة إن الميت يموت بعد ينتهي وعائلته تبقى تعاني بعد. طبعا ثاني. طيب شاشة كورو ماذا جاء فيها؟ والخلود لكل الشهداء العراقيين. هذا اليوم الثامن على التوالي وشبابنا مستمرين بالتظاهرات، تظاهرات سلمية. قدرنا نوصل صوت للعالم أجمع أنه الشاب العراقي يمرض ولا يموت رغم كل الظروف اللي تحيط بالعراق، لكن الشاب العراقي دائما ما تلقانه مواقفه هي اللي تشهد له. ها هاي أيام النضال السلبي احنا نقولها. هذا يجي هو متحمس، كان بوقتها كان الوضع تعبان، قال لازم أروح للتظاهرات، فقال شنو قال أخلي نسوي لهم أكل شيء وهاي، فبوقتها احنا رحنا. موقف حلو كان من علي. شوف باوع والله العظيم، هاي أمانة يعني أمانة. علاوي يحب بلده كلش ويحب شعبه كلش، يعني هو من تأسس وهو طفل وهو صغير يحب هاي، يعني يحب يقول لك أنا أريد أخدم بشي أريد أسوي شيء. يعني مو قلت لك أبسط شيء، هو كان يضغط على نفسه ويجي يلعب للمنتخب في سبيل أن يفرح العالم. حلو والله. طبعا تحياتنا لعلي ويا رب يرجع بالسلامة. شاشة كورة ماذا جاء فيه؟ فديوم الأيام أني وكل الحب والتقدير لعلي عدنان. فديوم الأيام قلت علي عدنان صار وزن عنده عادي، ما بيها شيء، ما بيها شيء عادي. علاوي أنا أحبه، وعلي عدنان لاعب على طراز عالي، وأيضا أهني بمناسبة زواجه ألف مبروك. هذا الموضوع استعمل. هذا الموضوع بالعكس، أنا لو ما أحب علي أقول له علاوي دروع أكل بعد، أكل يلا أكل خلي تصير وزنك أكثر. ليش؟ ما دام أنت مشاهد ومحب لعلي عدنان وللمنتخب الوطني لازم أقول لك. هذا الكابتن ليث حسين أبو مصطفى أتوجه له كل التحية. أيه. هذا أتمنى أني لاعب وينتقدني. صدق والله ليث حسين أبو مصطفى عزيز، فهو من ينتقد اليوم يعرف وحبه لعلي عدنان وينتقده. فهذا يعني مو قلت لك أنا لو كلاعب وينتقدني ليث حسين يعني فشيء كلش عظيم. حلو والله هذه الروح وتقبل الانتقاد خاصة من نجومنا طبعاً. وإذا كان النقد بناء شوف هو حيك شوف عليك. النقد شوف أبو مصطفى أوجه له مرت الأخت تحية، لو ما يحب علي عدنان وينتقده ويقول له بس هسه أقول له أبو مصطفى شوف علاوي أضعف من أنت. صاير كلش ضعيف خطيئة. زين قضية تزعجكم بصراحة إنه علي سمنان علي سمنان، أنت عندك بوست تقول أشو سمنان تتهكم على هذا الموضوع. شوف باوع الكاميرا تزيد 5 كيلو، تزيد 5 كيلو هاي واضح أمانة الله. هاي عندنا بالإعلام معروف. احنا عندنا احنا كأسرة أو كعائلة كل بنية جسمنا يصير هيك عضلات بي حلو. فهذا علي صعدوه على الميزان يقرأ صفر كل عضل، فمرات يقول لك علي زايد وزنه، علي زايد وزنه، يعني دهون ماكو نسبة دهون. يقول أنا شو أنزل، أنزل من العضلة شو أنزل من العضلة، أنا دا أقدم ودا أركض وأكثر لاعب يأخذ مثلا يركض وهاي. يقول أنا بعد شي يريد أمن أروح النادي من كان يلعب بودونيزي أو من كان يلعب تارباع، وخلي ببالك الأندية اللي أوروبية ما تجامل لاعب من يصعد يقول له يرجع يقول له أصعد على الميزان إيش قد ميزان أدك دهون، إذا عدد هون يصفروا يلا يخلوه يتمرن ويالفريق. حلو. صورة تعليق الصورة الأولى. هاي من كنا صغار. هاي وين لقيته؟ حلو والله. هو حلو من صغير. هاي وين؟ شنو المناسبة؟ والله ما أتذكر، بس هاي أنا علاوي. بس هو ضحكته حلوة من هو صغير، هو بعد كبيرة ضحكته حلوة. زين الصورة الأخرى. هاي نقطة تحول صار هذا النادي. خطأ ما استثمر به، يعني نقول ما توفق. شوف هي هاي السنة هو ترى صارت لنا مشاكل حتى يعني على مستوى العائلة. لا هم مو كعلم، لا الحمد لله عائلتنا الحمد لله ما عندنا مش، بس هو كبالنسبة إلى صارت لنا هواي مشاكل يعني بالبيت، يعني صارت لنا مشاكل أمور هواي شغلات ما إجت تعدلوا وياها السنة.
ان شاء الله يرجع كل شيء. لا لا ان شاء الله بفضل الله يرجع علاوي يرجع، انا اعرفه ويجي يوم واقعد وياك واقول لك علاوي يرجع واحسن من قبل. الصوره الاخرى هاي شنو قصتها؟ هذا اوجه له تحيه، هذا السفير التركي يحب علاوي من كان يلعب بادوني بريزا سبورت. فمن سمع علاوي موجود اوجه تحيه المنذر صديقنا، فقال له يريد يشوفك، فرحنا له زرناه بالسفاره. يعني السفير رياضي ويشجع ويتابع كل شيء، يشجع ويحب ويعرف اللاعبين، ويعني هو يعرف علاوي قلت لك من كان بتركيا فيحبه، فمن سمع علاوي موجود بالعراق فقال له، وحتى علاوي عنده علاقه به يعني صاروا اصدقاء يعني. اصدقاء طبعا اصدقاء يعني، هسه صاروا ورا اللقاء هذا، بس هذا انسان راقي كلش حلو. السفير فانسان متواضع كلش. جيد الصوره الاخرى، الله يحفظهم، هاي العائله، هاي العائله الكريمه، الله يخلي لنا ابونا وامنا الله يحفظهم ان شاء الله، واخوتي ان شاء الله. هاي اللمة حلوة كان. هسا اذكر لي اسماء خل اعرف منه. ابدي من ابو الاسود وامشي. هذا عبد الله ابن اختي. هذا هم لاعب، بس يعني شو اسوي له؟ نكتله ما يفيد وياه. هم لاعب، هذا حسين اخوي ابو الاصفر. زين. حسين احنا نصيح له طيارة كان قوتشي. والوالدة، وهذا ابني علوش، وهذا اسد وعلاوي والحجي وعباس ذاك اخوي، وهذا ابن ادم، وذاك رجل اختي سيف. أبو كرار. بشكل عام اللي واقفين قدامي ما استمروا بكرة القدم. شوف مو قلت لك كانت الأجواء مو مؤهل بالنسبة كحسين يعني هيك هو. ممكن يستمر له. لا 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 يعني هيك كان، بس عندك هذا عبد الله كان خوي عباس هم لعب للأسكان ولعب هم كان لاعب بس ما توفق همينة يعني. شوف اللاعب إحنا كنا قبل بزمن تدريج. مو أنا هسا أستغرب من حسين المفروض. شوف أنا ليش أقول بخاله ويصير لاعب على شوف خطأ. هذا عبد الله احسن لاعب هسه، بس اكثر اللاعبين دول اندمروا بيش بالساحات الخماسيه. صحيح. احنا ليش ما تطلع عندنا اجيال هسه؟ احنا كنا مدربين تفتر على الفرق الشعبيه ساحات دعش وتراب والله وتلعب. والله اليوم بدنا نلعب احنا بحي الجهاد فريق بلد الوليد والسد. السد يلعب بيهم، تحيه الى سنان فوزي كان وأحمد صلاح، وأنا ألعب ببلد الوليد كانوا يجيبونه من الأندية، كنا بوقت أنا ألعب أستوني بالزورة فكانت الجمهور والمدربين مباوع برا على الخط، مدربين يعني مدربين واقفين يلقطون من الفرق الشعبية. كشافة موجودين. تعال اعطيني اسمك، والله العظيم الله لا يكذبني، يمكن ثلاث مرات أربع مرات أنا متشب زمان صدام، بس من يقول لي أقول أنا ألعب بفلان نادي، ها يقول لي أوكي حلو. فكشافين موجودين. الصورة الأخرى، هذا واحد من مواقف علي اذا تتذكره. علي مشهودات له بالمواقف. شوف هاي هجمه صارت على محمد. صحيح. هجمه قويه كلش، فهاي علاوي يقول والله لا اراديه صارت، يعني بشر، يعني هو البشر طبعا شنو قلب واحساس وانسان راقي هذا محمد. فعلاوي قال انا ما اعرف لا اراديه صارت عندي، قلت خلطيت إشارة الكابتن. اكو بعض الجماهير ما ينحسبون عن الجماهير العراقية. شوف طبعاً. الجماهير العراقية جماهير واعية. هسه أبسط مثال، جيب لك واحد من الشارع واقف أقول له تعطيني تشكيلة مال المنتخب الوطني، يعطيك تشكيلة مال المنتخب. يعرف ومتابع. شوف إحنا حبنا للرياضة يعني كبالنسبة للعراق يعني هواية، كلش هواية. ليش دائما يصير بس منتخب؟ بس فرحتنا المنتخب. تعلقين. صحيح. يعني ما عندنا غير شيء إحنا، شنو اللي يفرحنا؟ صحيح. ما عندنا غير المنتخب. الصورة الأخرى، هذه بالدوري الأمريكي. هاي بالدوري الأمريكي جستن ميران، تحياتي إليه. شلون علاقتهم؟ أصدقاء وأكثر من أصدقاء يعني، بالدوري يتواصلون والهاي يتواصلون. جستن لاعب يعني إمكانية كلش قوية. يحزنكم ابتعاد جستن عن المنتخب طبعًا. وإعلان الاعتزال مبكر طبعًا. لا إن شاء الله الكابتن يونس محمود وحكي وياه، وإن شاء الله إحنا نتمنى له يرجع للمنتخب، مو بكيف نقول له هذا منتخب العراق، هذا المفروض دور المشرفين هذا على المنتخب. منتخب العراق انت المفروض تمثله وانت المنون. صحيح. يعني حان اطالب جيسن ميران، تحياتي له، لاعب خلوق ولاعب مهاري ولاعب كل المواصفات الزينه بيه، اتمنى له يرجع، وهذا منتخب العراق ومنتخبك يكون اريدك تخدم بيه بلدنا. يتواصلون هو وعلي دائما؟ اكيد يتواصلون. زين الصوره الاخرى، شلون ثلاثة؟
شلون ثلاثة؟ تحياتي للكابتن سردار. تحياتنا للكابتن سردار. من أرقى الشخصيات اللي عرفتهم. وبالمناسبة يعني سوء الطالع أنه بفترة مقاربة نفس الإصابة بين ميمي وعلي. نشوف هم، أوجه له تحية لأبو الميم حبيبي هذا. أنا ميمي أعتبره مثل علاوي، يعني أنا تواصل يعني قبل يمكن أسبوع أي شيء أقدر نحكي، يعني دائما نحكي. تواصلتوا يا شلون نفسيته وضع؟ والله الحمد لله وضع زين. أنا مثل ما أتواصل ويا علي أتواصل ويا ميمي. ميمي لاعب إحنا نقول فذ. إحنا هسه بهالوقت طلعنا ميمي، وإن شاء الله البقية مو قاصرين. بس ميمي شوية مر بظرف وأنا أعرف ظرفه، فسيرجع ويرجع مثل أحسن وقبل. يتأهل بقطر حالياً ميمي؟ حالياً بقطر دا يتأهل، وما يعني هسه أول بارحة قبل أسبوع كنت تحت شيئا دا يتمرن زين والحمد لله، وأتمنى له كل الموفقين. طيب الصورة الأخرى، هاي نقطة تحول للعلاوي مو؟ ايه هاي شوف، نادي أودينيزي من أرقى الأندية الإيطالية، يعني هنا نقطة تحول للعلاوي. يعني علاوي كان وصل هواي أبعد من هذا الشيء، بس يعني أكو أخطاء صارت عنده اللي ما خلته يوصل، أو ظروف ظروف الأخطاء هي بابا الظروف والأخطاء. لا مرات أكو خطأ وأكو ظروف يصير للاعب، بس هنا أحسن ظروف مر بيه علي من تحول لأتلانتا. أها هي. كان المدرب كلش رايدة مال أتلانتا، كان نقطة تحولت بعد أعلى. فسد تشوف أتلانتا هم نفس اللاعبين طبعا، التكي اليسرى كان نفسه سد يلعب هو أساسي، نفسه هو علاوي كان ذاك بديله، هو علاوي كان الأساسي. ما استمر علي بهذا الدوري؟ مو قلت لك مو ما استمر بالدوري، يا دوري الإيطالي خمس سنوات واضح قصدي ما كمل هذه المسيرة الطيبة. شوف علاوي من النوع اللي حب، يعني من انتقل من أودينيزي صارت مو قلت لك عدة نقطة مال أتلانتا تأدى بيها هواية، خلافة مع المدرب، خلافة مع المدرب بسبب يعني كان من المنتخب راد علاوي قال له، كانت الدوري الإيطالي ماشي يعني لعبات موجودة وأكو استحقاقات، يعني أول لعبة لعب ويا روما، أول لعبة وأحسن لاعب كان هو بيها، وثاني لعب لعب، بس هو قال للمدرب أريد أروح على مود المنتخب، وبطولة آسيا كانت بال 2018. قال طيب الصورة الأخرى، أبو الحكم هون أكو علاقة قوية بين علي وكابتن حكيم. شوف هذا إنسان طيب، يعني أنا بغض النظر عن يعني أكو عالم تنتقده وكو عالم، شوف هو كل يعني إنسان ينتقده طبعا، فأنا بالنسبة لي هذا الشخص إنسان كلش نزيه ونظيف. يعني حكيم شاكر وأنا البارحة وجهت له التحية، وجه له التحية وقل له ألف مبروك لك بهذا النادي الجوية، واتمنى لك الموفقية بيه لأن أنت تستاهل، تستاهل أكثر. صاحب فضل حكيم على علي؟ طبعا شلون ما صاحب فضل، هواي على لاعبين صاحب فضل حكيم شاكر. زين الصورة الأخرى، المشروع الأخير لعلي ها؟ إن شاء الله أتمنى له الموفقية، احنا فرحنا له من كل قلبنا، باركنا له احنا بس هسه من خلالك. شو وقت يتزوجون ويدخلون للقفص؟ اريد ارقص بعرسه، يقول لي لا انت ارقص بعرسي. اتمنى له الموفقيه. شوف هي هاي النقطه انسانه راقيه، هاي تحياتنا لها طبعا، تحياتنا زميله ومقدمه برامج. انسانه راقيه وعلاوي، يعني علاوي دائما يختار الصح واختار الصح، وهاي انسانه راقيه، وهسه بهاي الفتره علاوي يعني تعرف علاج وما علاج. فلازم واحد قريب علي يكون، يعني تعرف احنا كم مشاغل وهاي. انتوا كعائلة اصلا كنتوا تزنون علي يلا تزوج علي شوكي، اميد قال تزوج اميد قال سبحان الله. شوفوا على غفلة اجت بوقتها، خابر يوم يمكن 18 بذاك الشهر قال اقول لك حضر فيزا وجواز وهاي حتى تجون دبي انت وامي وابوي. قلت له خير؟ قال على مدخطب. قلت فاجأته الشاغه قال والله. حتى ما سالته من يا ابني من رحت هناك الصدمه ومن رحلت تفاجئنا بها انسانه راقيه ومن عائله كلش طيبه، واتمنى لهم الموفقيه بزواجهم يا رب السعاده لهم. الصوره الاخرى، يمكن هاي من اجمل الصور العالية هاي عندنا، انا محتفظ بها طبعا. اجمل الصور هاي نادي رقبه
وابراهيموفيتش، محمد صلاح، ديبالا. ايه فعلا، يعني هاي الصوره كل جميله، انا دائما عندي بالجهاز اصلا موجوده. مشوار يعني مشوار كلش باع هي. شوف هنا عندك الدوري التركي والدوري الايطالي والدوري الامريكي، صحيح. شوف ومن اعظم اللاعبين لعب علاوي وياهم، فانا اقول هذا هاي الصوره تكفي لعلي عدنان. هذه السيره اللي سطرها علي اكيد ما اجت من فراغ، اجت من دعم عائله، اجت من اجتهاد شخصي. اكيد اتمنى اشوف كل اللاعبين العراقيين اكثريتهم بهاي هيك صور ان شاء الله يا رب. احنا كنا والله اللاعبين العراقيين قادرين يلعبون بهيك دوريات، بس تعرف التاك وظروف عقليه الاحتراف شويه بعدها عندنا متراجعه. طبعا عقليه اللاعب شويه. زين الصوره الاخرى. اوه نادي الزوراء، اوجه لهم التحيه. احد يصدق هذا النادي حتى لو ينزل بالساحه مالته ويقول انا كنت بالساحه مال نادي الزوراء يفتخر هو بهاي النادي. هسه اذا نسوي مسابقه من يعرف كاظم عدنان هنا اعطيها فول سكرين. هاي موجوده وياك يعني. يلا وين كاظم؟ خلي المشاهدين هم يتابعون. هاي الصوره كلها جميله، هاي بال 2007 هذا الاول مال الزوراء. اي طبعا ما استمريت كاظم، واحد يوصل للاول مال الزوراء بهيك جيل. جيتك انا جيت بهذا الجيل. اوجه تحيه للكابتن صالح راضي. أني قلت لك الألفين لبست عسكرية، صارت السقوط، كملت عسكرية، صارت السقوط 2002 خلصت عسكرية صار السقوط. زين شوف أنا عمري كان 18 سنة، خلصت عسكرية عمري 21 سنة بال 2002. من 2002 لحد 2007-2008 يلا رجعت الدوريات العراقية تلعب، صار عمري 28 سنة. لعبت موسم هنا، لعبت مع الزوراء موسم، أني جيت اختبار، هاي هنا جيت اختبار. أنا أوجه له تحية للكابتن صالح راضي. تحياتنا طبعا. أني صح يعني أول ما جيت قلت لاني عمي علي كاظم، قال لي روحوا يا الاختبارات على روحك. إي والله أوجه له كل التحية، كرة القدم ما بيها. التحية والمرحوم أحمد راضي يعني هواي وقفوا وياي، فقال لي روحوا يا الاختبارات، فكانوا خلونا بالاختبارات. نزلون 20 ب20 لأن يعني بتعرف بالزوراء كانوا قبل الاختبارات. فنزلوا 20 ب20، أنا ظليت واقف اللعبة كلها، جتني طوبة واحدة بس شتت على القول. فما بينت. ما بينت فيها، فقاعدين إحنا بال400 واحد. قال كلكم ما أريدكم، بس أنت تعال اطلع أنت. زين. أنت مو قلت لي ابن أخو العلي؟ قلت لي. قال روح تمرن ويا الأساسيين اللي وراك. خلي نشوفك. زين. أسئلة سريعة مع الكابتن كاظم عدنان. نادي عربي يتمنى علي عدنان تمثيله بالمستقبل. عربي؟ أي. الهلال السعودي. الهلال السعودي. أفضل ظهير يسار بتاريخ الكرة العراقية. كتاريخ لو غانم عريبي. غانم عريبي. أفضل لاعب مغترب بصفوف المنتخب. حالياً. أمير العماري. أمير العماري. أفضل حارس مرمى بالعراق. جلال حسن. أفضل رئيس اتحاد بعد 2003. حسين سعيد. طيب المستطيل الأسود مع كاظم عدنان. يلا كاظم اختار مركز. اختار مركز حراسة المرمى. يلا أول مرة واحد يختار حراسة المرمى، ماذا جاء في هذا المركز؟ أحمد جاسم. محمد حميد. شوف كربط. علي عدنان أفضل محترف بتاريخ الكرة العراقية. محمد حميد؟ تصريح لبرنامج كورة. شوف أنا ما أقدر أقول لك علي أفضل، هذا رأيه وهو لاعب منتخب. أوجه له كل التحية كأفضل معترف بتاريخ الكرة، لأن أنت أكثر لاعب لعب يمكن 8000 دقيقة أو 9000 دقيقة بالدوريات الأوروبية، فماكو هيك رقم. حلو. تأيد. طبعا أكيد. طيب المستطيل الأسود اختار مركز. مهاجم. ماذا جاء في مركز المهاجم؟ علي عدنان كتنت من أفضل المدربين الذين مروا بتاريخ الكرة العراقية، رأيك؟
شوف كاتني كانت عقليته يعرف اللاعبين العراقيين. فمن اجى ودرب المنتخب العراقي نجح وياه. من حيث النتائج. من حيث النتائج انا يعني اليوم اقارن كافضل برنامج اقارن علي. افضل برنامج بتقنيته باسلوبه بكلام كاتنيتش يتعامل ويا اللاعبين صحيح. خسرنا كمنتخب وطني لهذا أكيد. المدرب كان بهاي الفتره ايه؟ احنا يعني اكتريت بهاي الفتره كان احنا باقين على كاتنيتش كان الامور تغيرت. زين المستطيل الاسود اختار مركز قلب الدفاع. ماذا جاء في مركز قلب الدفاع؟ ما هو سبب عدم انتقال اللاعب علي عدنان لنادي شالكة الألماني؟ الآن تحدثت. شوف هو السبب كان لعبة كوريا هو وعلى أساس مكمل كل شيء على أساس انتقل النادي شالكة. واصل العرض الرسمي والتفاصيل والقيمة المالية كل شيء واصل ومدة العقد. وها المعلومة كان يمكن نادي شالكة هو نازل للدرجة الأولى. بس صادفة الإصابة مالته فشون مثل قالوا له خل شوف نفسك وضعك يلا تعرف تنادي شاركة مو اسم كبير كبير طبعا طبعا فهو يعني تحفظ على هاي وهي ما اجت مو قلت لك اني هي هاي السنة ختمناها بالإصابة مالته كانت سنة كلش مو حلوة على علي مو حلوة على علي عدنان كلش إلى درجة هس اجت سنة جديدة إن شاء الله إن شاء الله نتمنى له التوفيق بعد أشياء جديدة يعني أساني كنت يمه ذيك قبل يعني أسبوع 10 أيام رجعت تاني الحمد لله وضع الزين البدني وضع هس أنت حتى بالعملية يعني الفضل من الله شوف اللاعب من يسوى عملية صار عنده غموض بالعضلات تكون عنده غموض فالحمد لله على علاوي من كان احنا ليش قلت لك الكتله وعلاوي دائما يلعب حديد نقضته الكتله العضليه مال رجليه نقضته فالحمد لله يرجع اقل من 6 اشهر ان شاء الله ان شاء الله الوان مع كاظم عدنان يا لون تختار ابيض هذا مو ابيض ازرق شوف بيكم ويا ها مو عبالي بالنص الازرق ماذا جاء جوي. في هذا اللون لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب أعداءكم هذا ما كتبه علي عدنان بصفحته بالإنستغرام بالجديد؟ لا قديم احنا ندور وراكم والله هذا ما منتبه عليه يعني شوف هو يقول لا تقتلوا أسودكم يعني كلاب أعداءكم يعني هو هذا المنطق يعني شو اقول لك رساله للجميع رسالة للجميع لا تسقطون بلاعبنا والله اللاعب دمه لحم احنا نقولها يتاثر مرات يعني اللاعبين احنا اللي نريد من عندهم كل شيء بس ترى بزله لسان يباع بمنشوره او اتصال او يسمع انا اليوم اوجه التحيه لكل اللي يجون للبرامج يعني شويه اتقوا باللاعبين لاعبين هذا أبنائكم يعني أنا اليوم من أخطأ يعني ما لا ليش ما أحفزه أكثر وأحسسه بقيمته بين هو لاعب منتخب وطني خطأ ما يخالف خطأ كل اللاعبين خطأ خليه يخطأ أنا ليش النوبة يقول لك من واحد من يوقع تكتر سكات شينا هذا مثلنا نقول ليش تكتر ليش هيك اللاعبين شنو ذنبهم حلو بنهاية الحلقة وجه رسالة لعلي عدنان أتمنى له بهاي السنة كل الموفقية وأتمنى له السعادة في مسيرته بالزواج الجديد إن شاء الله تفتح خير علي أكفال هاي وأتمنى ترجع بأقرب وقت للملاعب وترجع لجمهورك وجمهورك ساندك وأنا أعرف يعني عسى علا وأنا أتحداك إذا يمشي هسه يرجع يجي طبعًا. من هاي العالم كله تحبه طبعا بس اكو شويه صارت مواقع نزلوا على التعليقات هم تعليقات وسب وغلط واكو جمهور يعني مع احتراماتي الجمهور اللي راقي جمهور العراقي راقي يتاثرون ببعض الصور او ببعض الشغلات واكو هذن المواقع يستغلون فرص مثلا منشور صوره قديمه او يستفز بين
قال هيك وقال هيك وعم تتفاعل على مود التعليقات وهم يكيفونه على مود التعليقات. يا رب التوفيق لعلي ولجميع لاعبي المنتخب. يا ربي انا اتمنى التوفيق كل المنتخب الوطني ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضورك ويا حبيبي علاوي، شرفتنا. تحياتنا لك وللعائله، وشكر موصول لكم مشاهدينا الاكارم. نلتقي يوم الخميس. السلام عليكم ورحمه الله.